ندخل في تفاصيل الأخبار وما كتب عن النادي الأهلي في الصحف. بالتأكيد يعني كل الصحف رايحة في نفس الاتجاه، الكل بيتكلم عن الاستعداد لمباراة المقاولين العرب، والبعض اتجه إلى فكرة التجهيز للموسم الجديد. مش هتطرق لعناوين الصحف اللي اتكلمت عن التجهيز للموسم الجديد أو القائمة الإفريقية، لأن احنا عندنا مشوار مهم جدا خلال الساعات الجاية، ماتش المقاولين العرب. فكرة الحديث عن الصفقات أو القائمة الإفريقية أو الكلام ده كلام سابق لأوانه بالنسبة لنا، حتى في التوقيت الحالي هيكون بتأكيد يعني مسار الحديث بعد مباراة الزمالك وأنت بتستعد لغمار المنافسات الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 10 أغسطس بمباراة تمهيدية في دوري أبطال إفريقيا. لكن الجزئية المهمة تصريح الكابتن محمد يوسف في الأخبار عندما تحدث وقال الأهلي يبحث عن النهاية المثيرة. بمعنى أدق، يمكن الكابتن محمد يوسف قال لا صوت يعلو داخل صفوف الفريق في التوقيت الحالي على مباراة المقاولين والزمالك، وتحدث الكابتن يوسف على مباراة المقاولين تحديدا وقال جزئية مهمة جدا. قال الفرحة ممكن تكون بالنسبة لجماهير النادي الأهلي بعد نتيجة مباراة الزمالك والجونة، لكن داخل الجهاز الفني والإداري هنا في حجم مسؤولية ملقاة على عاتقنا لتخطي مباراة المقاولين والتركيز الشديد في هذه المباراة، وده اللي أكدنا عليه في بداية حديثنا في انترو البرنامج. وقال الكابتن يوسف ان برنامج الفريق مستمر منذ العودة من معسكر اسبانيا والاستعداد لمباراة المقاولين العرب، فبالتالي هناك جاهزية وتركيز شديد واصرار وتحدي داخل صفوف الفريق بغض النظر عن نتائج المنافسين. وايا كانت نتائج المنافسين، الاهلي عارف طريقه، عارف مشواره، عارف ان في مباراتين يكسب الست نقاط، يكسب مباراة يبقى بطل الدوري، لكن عنده مباراة اخرى بالنسبة له ليها مكسب وليها طعم وليها رونق مختلف، مباراة الختام امام نادي الزمالك.